أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أول تحرك عسكري مصري على الحدود مع غزة بوصول رئيس أركان حرب القوات المصرية إلى معبر رفح. أول إشارة أن هذه الزيارة إلى جانب قادة القوات الخاصة، فبالإضافة إلى الحرس، أهم ما في بيان المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية أن كل قادة القوات الخاصة كانوا في هذه الزيارة. إذن لدينا هذا واضح جدا، بالإضافة إلى القائم بالأعمال لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية قائد الجيش الثاني الميداني، أيضا قائد قوات شرق القناة، وأيضا قائد قوات حرس الحدود، بالإضافة إلى نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية. إذا نحن نتحدث عن نائب قادة العمليات الخاصة، إذا قائد العمليات الخاصة نائبه مباشرة يحضر إلى هذه الزيارة. فلماذا العمليات الخاصة؟ هذا سؤال محوري للغاية. ولماذا حضور كل قادة القوات الخاصة؟ هذا معناه أن الرسالة رسالة للقوات الخاصة، لأن أمر رئيس حرس الحدود لا يعني شيء بالنسبة للرسالة التي وقعها قادة القوات الخاصة. إذن هذه مسألة رئيسة أولى. وأهم من كل هذا أن كل قادة القوات الخاصة رسالة إلى نتنياهو أن الفرقة 162 المشرفة الآن على رفح وعلى كل هذا القطاع، نجد أن الرسالة موجهة مباشرة إلى عملية خاصة. قادة القوات الخاصة يعني إمكانية التحرك عبر عملية خاصة، هذه رسالة. الرسالة الثانية والأخطر منها، انظروا أمامكم إلى البيان ستجدون لفظا خطيرا للغاية: الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. يعني أن تحرك الجيش اليوم تحرك في الاتجاه. نحن لا نتحدث عن القطاع، هذا الذي كان يستخدم، القطاع الاستراتيجي الشمالي الشرقي. إذا نحن نتحدث عن اتجاه، أين سيقف الأمن القومي المصري مع لفظ الاتجاه وتغييره من القطاع الشمالي الشرقي؟ إذا هذه نقطة محورية للغاية. الصياغة أيضا أعطتنا أن حركة الجيش لم تتم وحماس تقاتل. الآن وبعد وصول الإسرائيليين إلى محور فيلادلفيا، أصبح التحرك ضد حركة الإسرائيليين، لأن مصر لو تحركت بمثل هذا الحجم والمعركة لم تصل بعد إلى هذه النقطة، لا ظن الجميع بأن التوجه الذي يعمل عليه المصري توجه إلى جانب إسرائيل ضد حماس. لم يتحرك الجيش المصري إطلاقا كي لا يعطي أي تأويل غير صحيح لحركته، وهذا مهم جدا. الآن وأمام إصرار نتنياهو على فيلادلفيا، أصبح التحرك مباشرا لتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة. وهنا لابد من الإشارة إلى تجاوز اللفظ الحدود الإسرائيلية المصرية، وهذا هام للغاية، لأن مثل ذلك يجعل من قناعة الشعب المصري إلى جانب جيشه في تجاوز كل صيغ كامب ديفيد على الأقل في البيان الأخير. إذن لدينا هذا المعطى الآخر الذي يمكن أن يتأكد معه أن زيارة أحمد خليفة، هذا الذي أتى بعد أن زار أسامة عسكر تركيا، وزيارة خليفة كانت مواكبة، كانت مرافقة لزيارة السيسي إلى أنقرة.
وهنا يتدخل الإعلام الإسرائيلي لكشف معلومة خطرة جدا، أن أردوغان قدم السلاح بالمجان في غزة، في معركة غزة. أردوغان يقول للسيسي إن كان هناك ما يجب أن يدفع يدفع مباشرة. أسامة عسكر قبل إقالته زار تركيا وزار درونات. اليوم أيضا هناك مستجد تكشفه الصحافة الإسرائيلية عندما يقول أردوغان إني مستعد الآن وفورا لتقديم كامل السلاح ولجعل الفاتورة، رغم أن اقتصاد تركيا يعاني، فإن مصر التي ليس لديها كما يقول المقال بالعبرية ليس لديها من العملة الصعبة ما تدفع، لكن في نفس الآن قرر أردوغان تسليم السلاح مباشرة للجيش المصري للقيام بكل عملياته لحماية أمنه في فيلادلفيا. وهذا قد يكون الثمن الذي يمكن أن يكون له انعكاس في ليبيا والتطورات الليبية الآن، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لتمويل مباشر لحرب ضد الغرب الليبي. يعرف الجميع بأنه حليف لتركيا. مثل هذا الدفع يريده الأتراك ضد إسرائيل مباشرة، عبر أولا أن أكينجي الآن يمكن أن تكون غدا لدى الجيش المصري، وهذا يجب التنبيه إليه، أن نقل أكينجي كل ما يتعلق بهذه الحرب، تمويل حرب على نفس ما كان عليه الحال مع أذربيجان في صراعها ضد أرمينيا ومن وراء أرمينيا. اليوم الجيش المصري لديه فاتورة مفتوحة يمكن استغلالها كما يقول العبريون. إذا لدينا هذا المستجد الرئيس الآن. المستجد الثاني أن سموتريتش وإلى حدود هذه اللحظة يعلن الحرب على لبنان، وبالنسبة لتركيا تريد الدخول على خط الحرب مباشرة في لبنان، لأن مثل هذه الخطوة مباشرة وبعد تهديد حسن نصر الله لقبرص هذا سيعيد رسم الخارطة. تركيا على خط لبنان وهي التي إلى الآن تستطيع أن تمول بشكل كامل حربا للعمل في غزة. هذا ليس للأتراك وحسب، وإنما أيضا لحلفائهم الجزائريون، إذ اقترح تبون أيضا على الجيش الجزائري أن يدخل غزة وأن يكون التدخل إنسانيا وباسم الإنسانية، لأن شرعية التدخل في غزة الآن شرعية مباشرة عبر ما سمي بالأسباب الإنسانية. كل هذا يضعنا أمام سؤال محوري للغاية، هل قرر الجيش المصري تحريك نقط قوته في هذه المنطقة؟ إذا من جهة أولى نحن نتحدث عن تحرك قوات خاصة وزيارة قادة القوات الخاصة، ومن ثم أيضا الجيش الثاني الميداني، وهذه كلها رسائل لا في مرافقة من يقود الآن صياغة هذه الرسالة عمليا وميدانيا، وأيضا على الصعيد السياسي بعد أن وصل السيسي إلى أنقرة ومدبولي إلى الصين وهكذا. فالوضعية اليوم بالنسبة لمصر قد تحركت إلى الأمام. على العموم الآن هناك صعوبة كبيرة للغاية في عدم ملاحظة هذا التحرك العسكري غير المسبوق من جهة، والذي يعطي أكثر من إشارة سياسية إلى تحالف تركي مصري من جهة، وأهم من كل هذا تسليم السلاح بالمجان إلى مصر من أجل الحفاظ على أمنها في سيناء
وأيضا العمل على تأمين الاتجاه الشمالي الشرقي، وهذا تطور استثنائي يضعنا أمام تجاوز للبعد السابق الذي عمل عليه المصري في أكثر من مناسبة، إذ هنا تزحزحت مصر عن موقفها إلى موقف آخر، وهذا الذي ينذر بشكل كامل بصعوبة التحالف المصري الصيني التركي في هذا التوقيت على وجه دقيق، وأيضا لما له من تبعات لا بد من تفكيكها، لأن المهم فيما يجري الوصول إلى 5 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه الحرب التي يمول فيها الأمريكي وإسرائيل هناك شركاء إقليميون يمكن أن يمولوا أيضا الجيش المصري في هذه المعركة إن اختار أن يكون إلى جانب غزة. إذن لدينا هذا المستشد الذي يمكن أن يتحول فعلا إلى ورقة ضغط. المسألة الثانية أن الصين من جهتها أرادت أن توصل رسالة إلى الإسرائيلي والأمريكي بأن سلاح الطائرات، وهنا نتحدث عن المقاتلات، هذا أيضا حل بشكل جذري مع زيارة مدبولي، وهذا فيه تفصيل شديد الأهمية بالنسبة للمقاتلات، ويمكن للسيسي أن يخطو الخطوة باتجاه تجاوز كل الترسانة الأمريكية التي سقفت في الآف 16 وسقفت أيضا في الأيام 120 كصواريخ جو. وهنا كان واضحا جدا أن الأتراك لديهم البديل، وهذا مهم جدا. إذا ما حجبه الأمريكيون عن مصر وسلموه بشكل فاضح لإسرائيل واستخدم بشكل بربري وبوضوح، رأينا أن هناك إبادة جماعية. إذا لدينا في الاتجاه الآخر ما يحمي الشعب المصري من سيناريو الإبادة المحتمل الذي قد يمارسه نتنياهو، فهذه الإدارة يمكن أن تصعد إلى أقصى حد خصوصا مع لبنان، وتركيا يجب أن تدار العملية ليس أبدا حول طرابلس الغرب، إنما في جبهتين مباشرتين. لذلك فالأتراك عملوا بشكل مباشر على هاتين الواجهتين. وهنا نطرح سؤالا مباشرا حول عمل ضد إسرائيل في غزة، خصوصا وأننا نتحدث إلى حدود هذه اللحظة عن خفض اضطراري قام به الجيش الإسرائيلي وعبر 401 مدرع، اللواء 401 الذي يشرف الآن على رفح. كل هذا يضع سؤالا محوريا حول القرار الأخير بسحب 401، وهذا الذي أكده قائد الأركان أو رئيس الأركان الإسرائيلي أليفي. إذن لدينا هذا المستجد. والمستجد الثاني محاولة اليمين الآن ليس التوجه نحو فيلادلفيا والتركيز على فيلادلفيا، إنما بن غفير وسموتريتش اليوم في كل تصريحاتهما يدفعان إلى الشمال، لأن المهم هو الحرب ضد حزب الله وليس فتح الجبهات مع الجيش المصري. لذلك فلا نسيان لفيلادلفيا إلا عبر تحقيق نصر في لبنان، آنذاك يمكن أن يعطي إما نسيانا لفيلادلفيا بالانسحاب دون ذكر أي شيء، وهكذا يصبح الوضع مبررا عسكريا كما يريده الآن سموتريتش. سموتريتش يقول نعم للانسحاب من فيلادلفيا على أساس الحرب هناك ودواعي الحرب هناك، يمكن أن نتجاوز فيلادلفيا. من دون هذا الاضطرار العسكري الواضح فالجمهور، جمهور المتطرف، لا يمكن أن يقبل بغير هذا. هذا أيضا له مبرره. وبالتالي فإن العمل المصري والسلاح المجاني لأردوغان نحو مصر ونحو الجيش الثاني الميداني المصري، هذا كله سيعطي انقلابا في اللعبة،
خصوصا أمام جبهتين أرادهما أردوغان وسيشارك فيهما بشكل مباشر إلى جانب الجيش الجزائري في نقطة محورية تتجاوز تماما مواجهة مصر تركيا في ليبيا إلى مواجهة تركية مصرية ضد إسرائيل في غزة وحوالي غزة وفي أكناف غزة. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.